يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة. الآن نستعرض وإياكم درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت، ذلك في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.